السلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر وكالة شؤون الطلاب بعمادة السنة الأولى المشتركة ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد الأكاديمي الطلابي أن ترحب بكم وبممثل كلية الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة سعادة الدكتور عبد المجيد محمد المبرد وكيل الكلية للشؤون التعليمية والأكاديمية. ونذكر أن محاور اللقاء هي نبذة عن الكلية وشروط القبول بها والأقسام الأكاديمية والخطط الدراسية بالكلية وأهم إنجازات الكلية والفرص الوظيفية المتاحة لخريجيها ووسائل التواصل مع الكلية. فليتفضل سعادة الدكتور عبد المجيد لبدء اللقاء مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. الشكر الجزيل لسعادة الدكتور ناصر على تنظيم هذا اللقاء الذي اعتدناه من الزملاء في عمادة السنة الأولى المشتركة. بداية أرحب بكم جميعا، وسعيد جدا للقاء هذا معكم، ودائما وأبدا يعني أتطلع لجميع استفساراتكم مستقبلا بإذن الله. طبعا أخوكم عبد المجيد محمد المبرد من كلية الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة. كلية الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة هي آخر كليات الصحية تأسيسا، تأسست مؤخرا تقريبا نقدر نقول في عام 2010، فهي الكلية السادسة في الكليات الصحية. ولله الحمد يعني من تأسيسها إلى اليوم وهي تحظى باهتمام كبير جدا من قيادات جامعة الملك سعود لحثها والوصول إلى المصاف العالمية، فكانت عندها رسالة رؤية واضحة للوصول إلى الريادة الإقليمية. من حين تأسيسها إلى اليوم ولله الحمد يعني نكاد نزعم أنها أصبحت هي الرائد في الخدمات الطبية الطارئة في المنطقة، ونزاحم عالميا بإذن الله في هذا التخصص. الكلية عندها برنامج واحد فقط للبكالوريوس، وهو بكالوريوس الخدمات الطبية الطارئة. يشارك في تدريسه 4 أقسام علمية. الأقسام العلمية هي الخدمات الإسعافية، وقسم العلوم الأساسية، وقسم الإسعاف الجوي والبحري، وكذلك أخيرا قسم الحوادث والإصابات. الـ4 أقسام تشارك في تدريس برنامج البكالوريوس من بداية من تأسيسها في 2010. تقريبا يعني استطعنا تخريج 10 دفعات من تاريخ التأسيس، أو 9 دفعات بإذن الله، 10 قريبا. ولله الحمد يعني الصيت الخريجين دائما وأبدا هو الأقوى في مجال الخدمات الطبية الطارئة. رسالة الكلية هي تخريج الكفاءات. الكفاءات في الخدمات الطبية الطارئة دائما يعني عمدت الكلية على التميز في الخدمات الطبية الطارئة، ولدعم مخرجاتها بالتميز دعمتها بأساسيات يعني، ومن أهم الأساسيات الموجودة هي وجودها وحضانة جامعة الملك سعود لهذه الكلية. دعوني أبدأ بداية من ما هو الخدمات الطبية الطارئة. يعني كثيرا ما تسمى الخدمات الطبية الطارئة أو سلاش نسميها بعض الأحيان، يطلق عليها طب الطوارئ. هناك فرق بين طب الطوارئ والخدمات الطبية الطارئة، لكن لعلي أتحدث على الخدمات الطبية الطارئة وما هو مشهور وما هو مشهور بالخدمات الطبية الطارئة. الخدمات الطبية الطارئة بالاختصار هي خدمات طبية مهنية تقدم كاستجابة للحالات الطارئة خارج المستشفى. إذا هي الخدمات الطبية المقدمة خارج المستشفى
وتكون طارئة. فالوظيفة الأساسية لإخصائي وفنيين الخدمات الطبية الطارئة هو علاج المرضى قبل المستشفى، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة، وبعد ذلك نقلهم إلى المستشفى بطريقة احترافية. والعامل المهم أو المشترك في المرضى اللي تقدم لهم الخدمات الطبية الطارئة مسمى طارئة، بمعنى أنها تكون المرضى حوادث السيارات، مرضى حياتهم مهددة، مرضى الغرق، مرضى السكتات القلبية والجلطات الدماغية والجرعات الزائدة وحوادث الإصابات الكاجوالتي الإصابات الجماعية. النقل يكون إما أرضي أو جوي أو حتى بحري. الهدف هو نقل المريض لأقرب منشأة صحية لإكمال منظومة تقديم الرعاية الطبية. حاليا هناك تصنيف لمقدمي الخدمات الطبية خارج المستشفى، تبدأ من ما يسمى بالمستجيب الأول. المستجيب الأول أو الفيرست ريسبوندر عنده تدريب وتأهيل بسيط قادر على تقديم الخدمة مباشرة، وأشهر مثال له بعض رجال إطفاء الحريق أو رجال الشرطة عندهم أو رجال الأمن والسلامة، عندهم بعض التدريب المختصر لتقديم الخدمات الإسعافية المستعجلة. بعضها يعني يحتاج دورات مدة أسبوع أسبوعين على حسب الدورة، وهو الأخير ينتهي بشهادة المستجيب الأول. بعد ذلك المستوى الثاني هو المستوى الفني، فني الخدمات الطبية الطارئة، وهو خريج دبلومات يتم تقديم الخدمات الأساسية بكل مهنية له لتقديم الخدمات الأساسية. المستوى الذي يليه هم حملة البكالوريوس، سواء ممرض أو طبيب من حملة البكالوريوس مع خبرة يمارس في المستشفى في ما قبل المستشفى. كما هو معلوم للجميع التمريض يعمل في المستشفى، الطبيب يعمل في المستشفى. نحتاج مختصين، فإما يتم تأهيل الطبيب والمريض للعمل قبل المستشفى تأهيل قصير بحيث يتناسب مع بيئة العمل المستشفى، أو ما هو أسلم هو تأسيس الأخصائي كأخصائي خدمات طبية طارئة بحيث أنه يقوم بتقديم الخدمات الطبية الطارئة قبل المستشفى. لذلك يعني مؤخرا انتشرت برامج البكالوريوس للخدمات الطبية الطارئة اللي تسمى بكالوريوس طب الطوارئ. أخصائي هذا البكالوريوس للخدمات الطبية الطارئة يسمى أخصائي ويتم تصنيفه على أخصائي. المستوى الذي يليه مستوى الاخصائي الاول، بكالوريوس الخدمات الطبيه الطارئه والخاصه بالماجستير، وهذا يعني مستوى متقدم بعد. المستوى الذي يليه عندنا استشاري الاخصائي للخدمات الطبيه الطارئه، وهي اعلى درجه مهنيه وكذلك تستلزم وجود اعلى درجه اكاديميه، وهي شهاده دكتوراه او ما يعادلها مثل الزماله، ويستوجب بعد الانتهاء من الماجستير والبكالوريوس يحصل على الدكتوراه والزماله للوصول لمستوى استشاري اخصائي خدمات طبيه طارئه. لاكمال المنظومه العمل خارج المستشفى يحتاج اشراف طبي، وعاده الاشراف الطبي يكون من طبيب طوارئ وهو متخرج بكالوريوس طب وبعد مختص في طب الطوارئ او البورد في طب الطوارئ، ويكون بعد ذلك حاصل على زماله في الخدمات الطبيه الطارئه، ليكون دوره اشرافي على المنظومه بشكل كامل. بذلك التدرج تكون الخدمات الطبيه الطارئه ممتده من ما قبل المستشفى الى حين وصولها الى المستشفى. العمل غالبا وبنسبه كبيره جدا يكون في سيارات الاسعاف. سيارات الاسعاف لها انواع، غالبا اشتهر منها ثلاث انواع يسمونها النوع الاول والثاني والثالث،
كل نوع يختص بحالة إسعافية تستلزم النقل. كذلك قد يكون النقل من خلال الجو، ويكون بخلال طريقتين، إما الروتيتر أو الأجنحة الدورانية الهليكوبتر، أو بالأجنحة الثابتة مثل الطائرات الإخلاء الجوي. وهذا يستلزم وجود ما يسمى بكريتيكال كير باراميديك أو أخصائي القناة الطبية الطارئة للحالات الحرجة. أعود مرة أخرى، ما إذا يميز كلية الأمير سلطان؟ لعل كلية الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمة الطبية الطارئة يعني حظوت بشرف تسميتها على سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع السابق للمملكة العربية السعودية، وكانت تسمية هي إهداء لسموه ذلك الوقت بعد عودته من الرحلة العلاجية في 2009-2010، وتوفي رحمه الله 2011. ولازالت يعني ولازلنا نفتخر بحملنا في كلية الأمير سلطان لمسمى غالي علينا، هو سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله. التميز هذا يعني كان من البداية، من بداية تأسيس الكلية، تأسست لأهداف صراحة نبيلة ومتقدمة جدا. لم يكن هناك برامج كثيرة للبكالوريوس على المستوى العالم ككل، وعلى المستوى المحلي بالخصوص. كلية الأمير سلطان هي أول كلية أسست للخدمات الطبية الطارئة فقط في العالم. لا يوجد أي كلية مختصة لكلية الخدمات الطبية الطارئة. جرت العادة أن يكون التخصص يندرج تحت قسم في كلية، لكن برنامج البكالوريوس خدمات الطبية الطارئة في جامعة الملك سعود عنده تميز بوجوده في كلية مختصة. تميز هذا وجوده في كلية متخصصة يعني يحمل المسؤولين في الكلية على تميزها. من أول يوم يعني عزمت جامعة الملك سعود على أن تكون مخرجات البرنامج هذا متميزة. ولله الحمد يعني جميع من تخرجوا، قرابة 500 خريج إلى وقتنا الحالي، يعني نفتخر وتفتخر جامعة الملك سعود بتميزهم في سوق العمل، في الأماكن القيادية الموجودين حاليا على الرغم من قصر عمر الكلية مقارنة بكليات وبرامج يعني لها أكثر من عقد من الزمن. الكلية امتازت بميزتين كأول برنامج يتم اعتماده للخدمات الطبية الطارئة من منظمة مثلية اللي هي هيئة تقويم التعليم والتدريب عن طريق مركز الاعتماد الأكاديمي أو المركز الوطني للاعتماد الأكاديمي، كاعتماد كامل غير مشروط، كأول برنامج اعتمد للخدمات الطبية الطارئة، وأول برنامج والبرنامج الوحيد إلى اليوم المعتمد اعتماد كامل أي بدون شروط. وهذا ولله الحمد من 2019 إلى يومنا هذا فخر نعتز به ولله الحمد. لم تتوقف التحديات والإنجازات في كلية الأمير سلطان على ذلك، بل يعني تجاوزناها ولله الحمد إلى الاعتماد الأكاديمي الأمريكي، وهو أول برنامج يتم اعتماده خارج الولايات المتحدة الأمريكية لبرنامج خدمات طبية طارئة. بمعنى خريج الكلية باستطاعته أن يتخرج ويعمل في الولايات المتحدة بعد اجتياز اختبار شهادة التصنيف الأمريكية مباشرة. وهذا فقط لا يتم إلى يومنا هذا، فقط هو خريجي بكالوريوس الخدمات الطبية الطارئة في جامعة الأمير. هذان المنجزين يعكسان حاجة يعني واضحة جدا على تميز البرنامج. تميز البرنامج على الشطر الأكاديمي وعلى الشطر المهني. الشطر الأكاديمي كبرنامج معتمد في هيئة تقويم التعليم وتدريب مركز الاعتماد ومنظمة الكوم اس بي عن طريق الكوميشن اوف اكريديشن اوف الايد هيلث ايدكيشن بروجرام الكيهب في الولايات المتحدة الأمريكية. سنويا يتم إرسال تقارير سنوية ومتابعة البرنامج عن طريق المنظمتين، وهذا أعطى البرنامج زخم قوي جدا في التدريس، وزيادة رفع البار أو التطلعات لخريجينا لمستوى عالي جدا.
وهذا طبعا انعكس على ان خريجين الكليه تستطيع تمييزهم حتى لو ما كنت تعرفهم بتمييز مستواهم، ولله الحمد. الكليه لتمييزها حرصت حرص قوي، بالاضافه الى التمييز الاكاديمي والحصول على الاعتماد الاكاديمي، حرصت على موضوع البحوث. اكثر من 45 قد تصل الى 50% من البحوث التخصصيه في خدمات الطبيه الطارئه صادره من كليه امير سلطان، بعدد اجمالي 207 بحث. الخريجين وصلنا الى 426، ولو حسبنا الدفعه الاخيره ل 70 طالب حنصل الى 500 طالب باذن الله من خريجي كليه امير سلطان. نسب التوظيف تعتبر الاعلى لكل البرامج في الجامعه ولكل برامج البكالوريوس في خدمات الطبيه الطارئه. خريج جامعه الملك سعود في خدمات البكالوريوس في خدمات الطبيه الطارئه يتميز عن اي خريج اخر بانه يعني التوظيف في الجهات التوظيف عندها رغبه عاليه في توظيف خريجين. التميز الرابع بالاضافه الى التميز الاكاديمي والبحثي وفي الخريجين هو تميز خدمه المجتمع. عدد المستفيدين من العام الماضي او العام الحالي الى وقتنا هذا وصلنا الى 142 الف مستفيد من الانشطه المجتمعيه. النادي الطلابي دائما يتميز، اذا لم يكن الاول فهو في المقدمه دائما في الانشطه الطلابيه المتميزه لخدمه المجتمع. في الدراسات العليا لتميز البرنامج اقرار، اقر اول برنامج زماله في تخصص الخدمات الطبيه الطارئه. طبعا كزماله هي برنامج يعتبر معادل الدكتوراه، وهو الى الان لم تتخرج اي دفعه منه، لكن يعتبر احد برامج الدراسات العليا اللي تعول عليها كليه امير سلطان التميز واكتمال مسيره التميز في دراساتها العليا باذن الله. كذلك سيتم اطلاق قريبا الماجستير كان مخطط له ان ينطلق قبل الزماله، لكن لظروف اخرى خاصه تم تاخيره، ان شاء الله سينطلق في سبتمبر المقبل 2024 باذن الله كاول برنامج ماجستير الخدمات الطبيه الطارئه في المنطقه ككل. كذلك تم اقرار اول مجله علميه في تخصص الخدمات الطبيه الطارئه، اقرت في شهر سبتمبر الماضي، وستطلق باذن واحد احد قريبا، قد يكون في بدايه تدشين اول عدد لها في بدايه عام 2024. الزخم الهائل من الانجازات والتميز لكليه امير سلطان جعلها دائما متقدمه على مثيلاتها في تخصص الخدمات الطبيه الطارئه. راح اتكلم عن البرنامج. البرنامج وهو اكثر ما يميز الكليه هو برنامجها. البرنامج اللي تم اعتماده في الخطه الحاليه لعام 2013 2012 تم اعتماد 135 ساعة السنة الأولى مشتركة، تقريبا عنده 32 ساعة، متطلبات الجامعية 10 ساعات، مقررات البرنامج عندنا 93 ساعة، هي 8 فصول، فيكون عندنا التدريس النظري وتدريس عملي وتطبيق ميداني والامتياز، 12 شهر مدة الامتياز. أكثر وهذه نبدأ عن المقررات اللي راح يتم تدريسها كإمرجنسي ميديكال تكنيشن، وهو يعتبر وهذا أحد المميزات في أول سنة. من أول سنة الطالب يتعامل مع المرضى، بسبب هدفنا في السنة الأولى بعد السنة الأولى المشتركة، يعني خلال السنة الثانية الطالب يتخرج كأنه فني. طبعا لا يوجد نقطة خروج، لكن احنا نهدف انه يصير التعرض للمرضى وقت مبكر جدا للطالب. الطلاب الذي بدأوا معانا ان شاء الله الفصل هذا الحالي، اي في السنه الثانيه بعد او السنه الاولى بعد السنه الاولى المشتركه، باذن الله متوقع في يناير المقبل الانطلاق للتدريب الميداني ومقابله المرضى. برنامج تقييم او مقرر تقييم المريض، مقرر امراض تنفسيه، مقرر امراض القلب، مقرر امراض الباطنيه، مقرر تروما امرجنسي او الاصابات، مقرر الكوميونيكيشن او التواصل والتوثيق. في السنه الاخيره برنامج البراميديك بوجه عام يعتبر انتهى في سنته الثانيه، بعد سنتين اللي هو 4 فصول.
بعد الفصل السادس يبدا برامج تخصصيه او ما يميزها، حيكون في الاطفال، التعليم، البحوث، الرعايه الحرجه، الكوارث. وهذه برامج تعتبر نوعيه تميز البرنامج كثيرا. اكثر ما يميز البرنامج بكل صراحه يعني قرب الطلاب من قيادات الكليه، سواء من اعضاء تدريس، من وكلاء، من رؤساء اقسام، من عماده. في تفاعل قريب جدا، وهذا ولله الحمد. يعني يمكن جامعه الملك سعود تتميز فيه، بعض الكليات او غالبيه الكليات ولله الحمد. بنهج البرنامج طبعا يعني تم تحكيمه في اكثر من جهه، ويعني حصل على ثناء عالي. اعضاء هيئه التدريس ولله الحمد يعني يعتبرون اكثر تمركز لحمله شهاده الدكتوراه في تخصص الخدمات الطبيه الطارئه. يوجد معامل محاكاه متطور جدا، ومطبق فيه معايير متطوره لتدريب الخدمات الطبيه الطارئه. يوجد برامج تدريب قصيره مثل البيسك لايف سبورت، الادفانس كارديك لايف سبورت، البالس، البيدياتريك لايف سبورت، وكذلك التروما لايف سبورت. البرنامج حاصل على اعتماد الاكاديمي الوطني كاملا، الاعتماد حاصل على اعتماد الاكاديمي الامريكي كاملا، كالبرنامج الوحيد خارج الولايات المتحده الامريكيه. معدلات التوظيف ولله الحمد يعني شيء يعني نغبط عليه ولله الحمد. دائما هناك في كل استبانه ترسل لجهات التوظيف دائما ما تثني. في اللقاءات العلميه عندما نقابل جهات التوظيف دائما ما تثني ثناء حار على الطلاب، وليست بمجامله ولله الحمد. هذه صور لبعض المهارات التي تؤدى في الكليه عن طريق في طريق معمل المحاكاه. لله. ختاما، الجهات التوظيفية أو أماكن التوظيف التي يمكن أن توظف فيها أو سريج بعد التخرج، أهم جهة توظيف هي مقدمين الخدمات الطبية الطارئة. مقدمين الخدمات الطبية الطارئة إلى وقت قريب هم هو فقط هيئة الهلال الأحمر السعودي، مع التحول الوطني وتخصيص الخدمات القطاع الصحي، أصبح هناك شركات تقدم الخدمات الطبية الطارئة، وأصبح التوظيف يعني في تزايد. بالإضافة لوزارة الصحة هناك توظيف خصوصا في إدارة الطوارئ والكوارث. في خدمات الطبية الإسعاف الأرض والجوي والرقص العمليات التشغيل لدى وزارة الدماء، وزارة الداخلية، وزارة الحرس. ليس فقط هذا، خريج الخدمات الطبية الطارئة بوجه العالم، وخريج جامعة الملك سعود بوجه الخاص، لهم فرص عالية جدا في التوظيف، أو ليس التوظيف، في القبول في البرامج العسكرية للدورات الطبية. ثم يتم التوظيف في كافة المستشفيات والمدن والتجمعات الطبية، في الشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك وهيئة الجبيل الينبوع، كذلك حاليا هيئة بور الدرعية، في كذلك في في الجيجا بروجكت الموجودة حاليا لبرامج رؤية 2030، كذلك أكاديميا في الجامعات والكليات ومراكز التدريب. حاولت قدر الإمكان يعني في النصف ساعة هذه أن أختصر ما هو تخصص الخدمات الطبية الطارئة، ما هي كلية أمير سلطان، ماذا يميزها، ماذا يميز خريجينها، جهات التوظيف. أرجو أني وفقت في تقديم ما يستلزم. إن كان هناك أي استفسار أرحب بأي استفسار، وشاكر لكم مرة أخرى. فإذا في أي سؤال أو استفسار على رحب. هذا الإيميل أمامكم، وهذا موقع الكلية الكيو آر، بانتظار أي استفسار من الطلاب. إذا في أي سؤال ممكن ترفع يدك بعد إذنك. حياك. في سؤال في الشات، ممكن ترجع تعيد برنامج الدراسة. برنامج الدراسة هي يمكن نتحدث عليها 3 سنوات. بعد السنة الأولى المشتركة هناك 3 سنوات، ثم بعدها في سنة امتياز.
السنة الأولى مشتركة، بعدها الفصل الثالث. الفصل الثالث في مادة أساسية، يمكن الثلاث مواد اللي ترونها أمامكم: الإمرجنسي ميديكال تكنيشن، والبيشنت أسيسمنت، والكوميونيكيشن. هذه المواد تدرس يمكن في الفصل الثالث والرابع، بحيث انه يكون مهارات فنيه الخدمات الطبيه الطارئه موجوده. فالفصل الرابع يكون يذهب الى هيئه الهلال الاحمر ويعمل مباشره في سيارات الاسعاف كفني. فني من اول سنه. بعدها الكارديولوجي والامرجنسي والتروما في السنه الثانيه. السنه الثالثه الاديوكيشن، الريسيرش، والكريتيكال كير، والديزاستر، طبعا بالاضافه الى برامج اخرى او مقررات اخرى مساعده. بعد نهايه الثلاث سنوات هذه، سنه كامله 12 شهر، يكون الامتياز. والامتياز هو فترتين: 6 اشهر في الهلال الاحمر و6 اشهر في المستشفيات. اتمنى يكون كلام. هل الطالبات بيكونون نفس الشيء بالملز مو بالدرعيه؟ طبعا حاليا، شكرا على السؤال. حاليا الكليه هي موجوده في الملز، في المبنى، مباني جامعه الملك سعود. هو مبنى يعني تم تحديثه، مبنى واسع جدا يتسع لبرامج، اللي طبعا مسار الطلاب ومسار الطالبات. دائما احنا حريصين يكون معامل المحاكاه مؤسسه، وسيارات سيارات الاسعاف. عندنا 3 سيارات اسعاف متقدمة للمحاكاة، كمحاكاة موجودة في المدرسة. في خطوات إن شاء الله للانتقال إلى الدرعية بإذن الله للطلاب والطالبات قريبا إن شاء الله. قريبا لا أعلم يعني متى، لكن المحاولة جارية. هل في احتمالية نقل الطالبات إلى فرع الدرعية ولا دراسة أساسية بكرة الأمير سلطان؟ الدراسة الأساسية بكلية الأمير سلطان هي السنة الأولى، تكون السنة الأولى مشتركة، بعدها 3 سنوات بالكلية، ثم سنة الامتياز غالبها، إذا مو غالبا كلها، خارج الكلية عدا يمكن شهر يكون في الكلية. لذلك تمام. طيب، في سؤال: سنة الامتياز راح تكون خارج المملكة في أمريكا مثل الدفعة السابقة ولا تغير الأمر؟ طبعا كان في بداية تأسيس الكلية، كان الخريجين لما يتخرجوا يذهبوا يعملوا في الهلال الأحمر 6 أشهر في الهلال الأحمر، 6 أشهر في المستشفيات. 6 أشهر في المستشفيات ما كان عندنا مشكلة، لأن كان تحت إشراف مختصين. لكن 6 أشهر كان في الهلال الأحمر في ذلك الوقت، للأسف لم يكن عدد الأخصائيين كافي للإشراف على تدريبنا. فكان هو أخصائي يعتبر، يتخرج في سنة امتياز، والمشرف عليه فني، فكان فيه نقص صراحة في التدريب. ولله الحمد، يعني خلال فترة وجيزة جدا أصبح غالبية المشرفين التدريب الطلاب أو الامتياز، أو جميع المشرفين على الطلاب الامتياز هم أخصائيين، سواء غالبية من الخريجين الكلية، ولله الحمد من 400 السابقين، أو من الخريجين البرامج الأخرى يعني المتميزة. فلذلك أصبحت الحاجة للامتياز خارج المملكة نيب من الفترات السابقة. يمكن كان عندنا تجربة جميلة صراحة، كانت مثرية، سواء طلابنا في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن إن شاء الله نرجعها، لكن بمستوى خياري وليست على جميع الطلبة. احنا أرسلنا يعني، كان نحاول على قدر ما يكون للطلبة. هل هناك معدل مشروط للانتساب للكلية؟ طبعا الكلية هي التنافسية، غالبية التراك موجود. احنا كان في تنافسية بين البرامج او الكليات الستة. في الفترة الأخيرة أصبحت كلية التمريض لهم مسار خاص، كلية العلوم الطبية لهم مسار آخر خاص، وأصبح طلاب المسارات الصحية هي في الطب والأسنان والصيدلة وكلية الأمير سلطان، هم هي التنافسية. احنا عندنا شرط التحويل هو 4، هذا أهم أحد شروط التحويل لكلية الأمير سلطان. بالنسبة للانتساب، عندنا شرط أن يكون جيد جدا ليبدأ معنا في البرنامج. طيب، إذا ما في أي استفسار أو أي سؤال حتى لو بالميكروفون،
يعني احنا عندنا 45 دقيقة، متبقي 5 دقائق. اذا ما في حاجة بالامكان يعني نمشي. استاذ ليث او الدكتور ناصر، مرحبا دكتور، حياك الله دكتور ناصر. أبقاك الله. اذا في اي استفسار اخر من الطلاب او نختم. طيب، على بركة الله، على ما يبدو لي الآن انتهت الأسئلة. وفي الختام طبعا كل الشكر لكلية الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة عامة، وسعادة الدكتور عبد المجيد محمد بن برد ممثل الكلية خاصة على المشاركة في برنامج مسائي. وكل الشكر لجميع الحضور على الإنصات والمشاركة، وكل الشكر لعمادة السنة الأولى المشتركة ممثلة بعميد السنة الأولى المشتركة الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز الجريوي، ووكيل العمادة لشؤون الطلاب الدكتور مخلد بن طيران العنزي، وفريق وحدة التوجيه والإرشاد الأكاديمي الطلابي ووحدة شؤون الطلاب عامة، ومنسق البرنامج الأستاذ عبد الله جاري خاصة. كل الشكر للفريق التقني والدعم الفني كافة، والمهندس ليث الوحيدي خاصة. كل الشكر لفريق التطوع الطلابي عاون كافة، وعلى رأسهم قائد الفريق الطالب محمد الشتوي خاصة. كل الشكر لجميع أعضاء وعضوات لجنة برنامج مسالي عامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مستودعكم الله، جزاكم الله.